ولك الولا منا على طول المدى. قابوس توجت المعالي أنجما، الشعب يحدو دربها مسترشدا. عاشت عمان بفضل عهدك مرة، تهب الفخار لشعبها والسكنى. المجد مولانا لعرشك والندى، ولك الولا منا على طول المدى. المجد مولانا لعرشك والندى، ولك الولا منا على طول المدى. قابوس توجت المعالي أنجما، الشعب يحدو دربها مسترشدا. عاشت عمان بفضل عهدك مرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساؤكم أوطان وأعلام ترفرف في الطرقات، وطفل يتغنى في حب قائد عمان تزهو بك الأعوام عاما بعد عام. جمعة طيبة مباركة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي عمان في أسبوع، والتي نقدمها لكم من نادي غلال الجولف الذي تم افتتاح مبناه الجديد هذا الأسبوع ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير النادي. هذا النادي تأسس بعد بزوغ فجر النهضة المباركة بأشهر، ونظمت فيه أول منافسة في شهر ديسمبر من عام 1970، ومنذ ذلك الحين والنادي في تطور مستمر. وذاع صيت النادي كنادي اجتماعي هدفه نشر رياضة الجولف في السلطنة وتنمية المواهب العمانية الممارسة لرياضة الجولف. نبدأ حلقة هذا الأسبوع بالملف الرئيسي، ولكن بعد هذا الفاصل فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا. إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الأولى، وتوفير هذه البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله الحمد فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية، ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة، ومنشآت تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة. افتخرنا باصلنا على قاله وعماني، تحت ظل الزعيم اللي علينا غير
فهل هتان سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان سكننا بالثريا وغيرنا بالأرض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني سلام سلام نيابة عن حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء دولة القرداس بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا الذي قام بزيارة رسمية للسلطنة. وقد نقل دولته تحيات فخامة داليا غريبوسكايتي رئيس جمهورية ليتوانيا والحكومة الليتوانية إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياتهم الطيبة لجلالته وحكومته بدوام التوفيق وللشعب العماني المزيد من الخير والنماء. وبعد أن رحب سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بالزيارة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين ومن رجال الأعمال في ليتوانيا، أشار سموه إلى الحرص الذي توليه السلطنة بقيادة جلالته أعزه الله لتعزيز علاقاتها مع كافة الدول الصديقة وهي سياسة ثابتة للبلاد، معربا سموه عن الارتياح التام لمسارات التعاون الثنائي القائم مع جمهورية ليتوانيا. هذا وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا بمبنى مجلس الوزراء في مسقط، وقد رأس الجانب العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، والجانب الليتواني دولة القرداس بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا. تناولت المباحثات العمانية الليتوانية السبل الكفيلة بتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية وتقنية الاتصالات والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم العالي والصحة وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة في مجال السياحة والاستفادة من الفرص المتاحة في المناطق الاقتصادية والحرة لكلا البلدين. وقد تم التأكيد على أهمية مذكرات تفاهم والاتفاقيات ذات الصلة بمجالات التعاون وتفعيل ما هو قائم والانتهاء من استكمال دراسة ما تبقى منها وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. من جانب آخر تم خلال المباحثات استعراض شامل للأوضاع على الصعيد الدولي والأمور ذات الاهتمام المشترك. وقد عبر دولة رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا عن امتنانه بزيارة السلطنة والوفد المرافق معربا عن خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا إعجابه بمسيرة التنمية الشاملة في السلطنة ومؤكدا دولته تقدير بلاده لسياسة السلطنة ودورها الرائد في التقارب والتفاهم بين الدول، مشيرا إلى تطلعهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني كل من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة لدولة رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا ومعالي الدكتور وزير الصحة ومعالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء ومعالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ومعالي الدكتور رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومعالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية ليتوانيا. كما حضر جلسة المباحثات من الجانب الليتواني أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا.
هذا وأقام صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء حفل عشاء رسمي في فندق قصر البستان على شرف دولة ألجير داسا بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا والوفد المرافق لدولته. حضر حفل العشاء عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء ومعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى والمستشارين وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة. الله على مسقط، الله على مسقط، الله على مسقط، الله على مسقط، من شافها التاريخ، 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 ضم الجناح وحط، ضم الجناح وحط، من وجه الكثير من الرياضيين العمانيين وصلوا إلى مستويات متقدمة في رياضة الجولف بفضل ما يقدمه نادي غلا للجولف لهم والبطولات الدولية التي ينظمها والمشاركات الدولية التي مثل بعض منتسبيه فيها. في الدقائق التالية نواصل معكم صفحات مواضيعنا المحلية لهذا الأسبوع، وسيكون من بينها الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح هذا النادي، فنرجو أن تبقوا معنا. فرص الاستثمار المتاحة في الصناعات التحويلية بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا كانت أبرز محادثات لقاء مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ودولة ألجير داس بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا. كما بحث الطرفان خلال اللقاء الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية بالدقم. تعد جمهورية ليتوانيا من الدول الواعدة اقتصاديا بالمواد الخام التي تمثل المعادن والزراعة والموارد البشرية الشابة والعلوم وصناعات تقنية المعلومات بمثابة ثرواتها الحيوية التي رفعت معدل نموها الاقتصادي في العام 2013 إلى أكثر من 34.5 مليار يورو. أحضرنا وفدا تجاريا كبيرا من المستثمرين الذين يمثلون نخبة رجال الأعمال الليتوانيين، وهناك مجالات استثمارية عدة يمكن الاستفادة منها بين الدولتين، بينها التعليم العالي والابتعاث والصناعات الغذائية وغيرها من الجوانب الاستثمارية المهمة للبلدين من أجل زيادة نسبة التبادل التجاري. وخلال جلسة المباحثات أعرب دولة رئيس الوزراء الليتواني بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة وبلاده تمضي قدما من أجل ازدهار البلدين، حيث تعتبر بلاده السلطنة شريكا استراتيجيا مهما
وفي المقابل أوضح أهمية تسريع وتيرة الاستثمار بين البلدين في كافة المجالات مثل تقنية المعلومات وتصنيع المواد الغذائية وجوانب التعليم العالي وغيرها من الجوانب الاقتصادية والتنموية. نعلم حاجة عمان لاستيراد الغذاء، وليتوانيا بلاد غنية ويمكن عمل استثمارات مشتركة بين البلدين في مجال الصناعة الغذائية، كما أن السلطنة غنية بالنفط والغاز ويمكن أن ندخل في استثمارات مشتركة في هذا المجال، إضافة إلى جوانب التجارة والتعليم العالي والبعثات وتقنية المعلومات. وقد تم تعريف دولة رئيس الوزراء الليتواني والوفد المرافق له بالمقومات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية بالدقم ومجالات الخدمات اللوجستية المتوفرة وأهم الحوافز المقدمة للمستثمرين بما يسهل لهم انسيابية الاستثمار المشترك. لدينا مبادرة سابقا تعاملنا مع أحد الشركات الليتوانية في تقنية المعلومات، جبنا بحلول من عندهم للقطاع المالي والقطاع الحكومي طبعا، هذا ان تعاونهم جيد جدا يعني، متسهلين متفهم الامور هذا وعارفين الوضع الاقتصادي للبلد كيف والتطورات اللي قاعد تمشي في البلد يعني. وفي المقابل فان رجال الاعمال العمانيين تعرفوا ايضا على الفرص المتوفره في ليتوانيا التي تمثل التجاره البينيه بين البلدين نسبه ضئيله الى حد ما، تتمثل في مجملها بصناعات النسيج والتصنيع الغذائي والصناعات الخشبية كالأثاث والصناعات الكيميائية وتقنية المعلومات. فقد أشار وفد رجال الأعمال الليتواني بأن الصناعات الغذائية تساهم في الناتج المحلي بنسبة 54%، كما تدفع بالاقتصاد الليتواني إلى النمو بنسبة 4.7% من القيمة المضافة. هذا ووقعت السلطنة وجمهورية ليتوانيا على مذكرة لتعزيز التعاون في مجال تبادل التقنيات والمعلومات والخبرات وتشجيع الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات، وستتيح هذه الاتفاقية لتبادل التقنيات المتقدمة والخبرات في تقنية المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات والمختصين والباحثين والفنيين بين البلدين وتشجيع التنظيم المشترك للاجتماعات والندوات الفنية، فيما يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال تقنية المعلومات على أساس مبدأ المصالح المتبادلة. وفي تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن صندوق الاحتياطي العام للدولة يبحث مشاريع مقترحة قدمتها الحكومة في جمهورية ليتوانيا للاستثمار فيها. صندوق الاحتياطي العام للدولة يبحث عن فرص استثمارية، وبالتالي هم قدموا بعض الأفكار، هم يعتقدوا بأنهم يريدوا مستثمرين أيضا في قطاعاتهم. كان أيضا من أهم الأشياء بأن القطاع الصحي متطور جدا في ليتوانيا ولديهم قدرة فنية وبشرية في هذا الجانب، وهناك عدة لقاءات مع مسؤولين في السلطنة بين مندوبين ممثلين تلك الجهات والمؤسسات، ملاك بعض الشركات أيضا اللي الآن هم بدأوا يتوسعوا في منطقة آسيا وبدأوا يدخلوا في شراكات مع مصانع في آسيا مثل ما سمعنا، هم أيضا يبحثوا عن في منطقتنا عن فرص استثمار مشترك في مصانع مشتركة، استخدام تقنيتهم والمعرفة المتوفرة لديهم. في السلطنة طبعا ليس لدينا استثمارات الآن في ليتوانيا، إلى الآن هي من الأسواق اللي لم نستثمر فيها من خلال أي من صناديق ولا صندوق الحكومي ولا أيضا هناك مستثمرين عمانيين. هذه أيضا واحدة من الفرص اللي هم يبحثوها، أن يكون هناك استثمار عماني مباشر في ليتوانيا، وهي أول رحلة من هذا النوع مثل ما تعرفوا، بالإضافة للقاء اللي بيكون مع التجار ومع غرفة التجارة والصناعة عمان إن شاء الله. تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات كان محور لقاء معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بدولة ألغيرداس بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له.
وبحث معالي رئيس المجلس مع ضيفه ترسيخ العلاقات البرلمانية بين البلدين والتأسيس لمزيد من التعاون المستقبلي على كافة الأصعدة، مثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من الجانبين للمضي قدما نحو فتح مسارات جديدة للتعاون بينهما. وبعد المقابلة قام معالي الدكتور بأخذ دولة الضيف في جولة بمبنى مجلس عمان لإطلاعه على القاعات التي يحويها المبنى والتجهيزات التي تخدم العمل لكل من مجلس الشورى ومجلس الدولة. مجالات التعاون الطبي بما يخدم المصالح المشتركة بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا كانت محور لقاء دولة الجرداس بودكافيتشوس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا بمعالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. وتم خلال اللقاء إطلاع دولة الضيف على الخدمات الصحية والمؤشرات التي أشارت بها منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية في السلطنة، كما تمت مناقشة مشاركة السلطنة في مؤتمر علوم الحياة الثاني الذي أقيم خلال سبتمبر الماضي في ليتوانيا، والاطلاع على تجربة الجمهورية الليتوانية في المجالات الصحية. رفع مجلس الدولة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تمهيدا لإصداره بعد التوافق عليه مع مجلس الشورى. وخلال اجتماع مكتب مجلس الدولة تم استعراض مشروع قانون التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله. كما أكد المجلس في اجتماعه على استمرار اللجنة الخاصة بمناقشة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2013، وقد ترأس الاجتماع مع الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة. على مدار 5 أيام تداول المؤتمر العالمي 11 لتنسيق الموجات الإذاعية القصيرة أهمية هذا النوع من البث لمختلف دول العالم وقدرته على إيصال مختلف البرامج الإذاعية للمناطق التي تبعد آلاف الكيلومترات عن حدود هذه الدول. وأوضح المؤتمر أن إذاعة سلطنة عمان قد وصل بثها إلى دول شرق أفريقيا وأوروبا. رعى المؤتمر معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات. الرسالة الإعلامية العمانية عبرت حدود الوطن من خلال البث الإذاعي لتصل إلى شرق أفريقيا وأوروبا وغيرها من الدول. هنا في مسقط اجتمع 120 مشاركا يمثلون 53 إذاعة من مختلف دول العالم ليتدارسوا في المؤتمر العالمي 11 لتنسيق الموجات الإذاعية القصيرة إيصال الرسالة الإعلامية عبر البث الإذاعي إلى المناطق التي تبعد آلاف الأميال عن حدود الدول دون وجود أي تداخل ترددي. حقيقة نحن سعيدين في أن يكون هذا المؤتمر هنا في عمان. عمان أرض الوئام والسلام، متمنين لهذا المؤتمر النجاح وأن تمر أيامه هادئة ساكنة كهدوء مسقط وسكنتها. البث عبر الموجات القصيرة يحتاج إلى تنسيق عالمي، وهذا المؤتمر في مسقط له أهمية استراتيجية باعتبار أن السلطنة تتمتع بموقع وسط بين الشرق والغرب وتتميز بالأمن والاستقرار. المشاركون في المؤتمر تناقشوا حول أهمية حل بعض التداخلات الترددية الضارة المؤدية إلى التشويش الإذاعي، مؤكدين على أهمية تنسيق الموجات الإذاعية القصيرة وانتشارها في كافة أرجاء العالم. النطاقات الترددية أصبحت مزدحمة، يعني بمعنى أنه لا تستطيع هيئة أو مؤسسة أن تستخدم نفس التردد لتغطية يعني بقعة جغرافية معينة. ولذلك يأتي التنسيق بين الدول، يعني في هذه الحالة يأخذ يعني الأهمية القصوى، لأنك أنت في النهاية إذا لم يكن هناك تنسيق بيني وبين الهيئة الأخرى التي تغطي القطعة الجغرافية التي أغطيها أنا كهيئة، تصبح هناك الرسالة الإعلامية الواصلة يعني بها نوع من التشويش.
السلطنة ومنذ فجر نهضتها المباركة استخدمت الموجات القصيرة عبر الأثير العماني وصولا إلى السكان من المواطنين والمقيمين، واستطاعت إيصال رسالتها الإعلامية إلى المستمعين في الخارج، وهي اليوم تقدم إمكاناتها الترددية خدمة للعالم أجمع. هذا وتعمل السلطنة حاليا على توسيع نطاق الموجات القصيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الإذاعة والتلفزيون، هذا ما أكده المهندس يوسف بن عبد الله البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. حاليا تبذل الهيئة كونها الجهة المسؤولة عن إدارة الترددات قصارى جهدها في تنسيق عدد كبير من الترددات الإذاعية، وقد بذلنا شوط كبير في هذه المرحلة وتم الانتهاء من تنسيق معظم القنوات الإذاعية. هذه القنوات ننشد أنها تكون أداة جيدة في المستقبل القريب بإذن الله لاستقطاب مزيدا من الاستثمارات في القطاع الإذاعي والتلفزيوني، وحتى في تلبية الاحتياجات الحالية للجهات التي تم ترخيصها لتقديم الخدمات الإذاعية بما فيها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. موضوع فقرة التعليق لهذا الأسبوع تكتب فيه خديجة الشحية حول المؤتمر العالمي 11 لتنسيق الموجات الإذاعية القصيرة. كغيرها من الهيئات والوزارات الحكومية، تسعى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تقديم خدمة عالية الجودة مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة، ملبية لمتتبع المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخدمة الأفضل والأنقى. فالمتابع ليس مطلوبا منه تتبع الخدمة أين استقرت، بل تصله بقوة البث ونقاوة الصوت والصورة أينما كان موقعه سهلا أو جبلا. القيمة الإعلامية تكمن في الوصول لكافة شرائح المجتمع ومخاطبة الجميع وتوصيل الرسالة الإعلامية دون ما تمييز، ولن يدعم تلك القيمة بث مهزوز وصورة مشوشة تكاد تصل لأميال قصيرة، بل بخدمة معززة بجميع الإمكانيات سواء بالكادر الإعلامي المؤهل أو باستخدام تقنية البث الإذاعي بالموجات القصيرة. الإعلام رسالة، والرسالة عندما تصل ضعيفة لا تمنح المصداقية، كالغاية لتوعية الفكر وتطوير الوعي عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بل تنفر المتابع لتلك الوسائل الإعلامية الضعيفة. والإعلام العماني يهدف أولا وأخيرا لكسب ثقة المستمع والمشاهد معا بتوفير كل المستجدات وتطبيق الأحدث تقنيا حسب المتوفر الممكن. البث الرقمي الأرضي هو المشروع القادم والذي سيبدأ تنفيذه في الفترة القادمة، والذي ستعزز به الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خدماتها على أحدث النظم ليخدم خريطة السلطنة بمختلف محافظاتها دون تراخيص دولية، وسيكون متاحا للجميع. وسعيا لتحسين البث والاستفادة من اتحاد إذاعات الدول العربية، تعقد الهيئة عشرات المؤتمرات والندوات، كان آخرها المؤتمر العالمي 11 لتنسيق الموجات القصيرة. احتفل بمنطقة غلا بولاية بوشهر بافتتاح المبنى الجديد لنادي غلا للغولف، وخلال الاحتفال الذي رعاه صاحب السمو السيد هيثم بن طارق السعيد وزير التراث والثقافة، تم تدشين الهوية الجديدة للنادي. تأسس نادي غلا للغولف بعد بزوغ فجر النهضة المباركة بأشهر، ونظمت فيه أول منافسة في شهر ديسمبر من عام 1970، ومنذ ذلك الحين والنادي في تطور وتوسع، فقد ذاع صيته كنادي اجتماعي هدفه نشر رياضة الجولف في السلطنة وتنمية المواهب العمانية الممارسة لهذه الرياضة. هو إضافة لمدينة مسقط بدون شك، وإضافة للمنطقة، وانتشار لعبة الجولف هذا هو المطلوب. واليوم شفنا مجموعة من الشباب ما شاء الله، وأتمنى أن تكون القاعدة في لعبة الجولف تكبر، وهي من اللعبات الرائدة والمرموقة، وبالتالي نهني من قام على بناء هذا الملعب. افتتاح المبنى الجديد لنادي الجولف والأقسام المحيطة به يأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير، مصاحبا مع الهوية الجديدة للنادي. شهدنا الافتتاح المبنى الجديد لنادي غلا للجولف وتدشين هويته الجديدة،
إلا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المحظم حفظه الله ورعاه. ويطمح نادي الجولف بغلاء للوصول إلى أن يكون من أفضل أندية الجولف في المنطقة. تغيرت صورة لعبة الجولف وحتى إقبالها من قبل شبابنا أولادنا صغار يعني تغيرت حقيقة، والآن هناك فيها رغبة كبيرة لهذا اللعبة، وهذا اللعبة لها جوانب كثيرة وليست بس رياضة، في جوانب اقتصادية في جوانب سياحية. ورياضة الجولف لاقت اهتماما كبيرا، فقد تشكل أول منتخب عماني مثل السلطنة في العديد من البطولات الإقليمية والعربية، ترأسه المرحوم صاحب السمو السيد قيس بن طارق آل سعيد الذي كان له الدور الكبير في تبني ونشر هذه اللعبة. احتفل بمقر جمعية التصوير الضوئي بافتتاح معرض واشتعل الرأس شيبة للمصور أحمد بن عبد الله شكيلي الحائز على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب في مجال التصوير الضوئي فرع الفنون لعام 2014. رعى الفعالية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة وشؤون المناخية بحضور عدد من المهتمين بمجال التصوير الضوئي. 20 لوحة ضمها معرض واشتعل الرأس شيبة، ترجمت عدسة المصور لوجوه كبار السن التي اختارها لتحكي مئات القصص نسجتها السنون من أعمارهم. الوجوه المسنة تعطينا يعني مثل ما أقول انطباع أنه هذا الشيبة اللي فيها في الرأس أو في اللحية طبعا جاني تاج يعني حياة وتجارب وكفاح يعني وكفاح فيها أرض هذا الوطن. الصور هنا تحمل رسالة لكبار السن مما جعل قوة العلاقة بينهم وبين عين المصور. دائما ملامح كما أقول شيوب العمانيين ملامح فريدة وجدا يعني حتى على مستوى العالم، وبما أنه دائما هذه الوجوه يعني بما تقول دائما أحاول ألتقطها وما أتجول. المصور أحمد بن عبد الله الشكيلي استوحى بعدسته ملامح كبار السن من مختلف البيئات العمانية في واحد من مجالات مشاركاته. اختيار المبدع دائما أحمد الشكيلي اللي يعني التصوير الصور التي يعرضها في هذا المعرض واجتزاء شيء من آية القرآن الكريم واشتعل الرأس شيبا هو حقيقة تجسيد أيضا لما رأيناه من صور فيها من الإبداع وفيها من التفاصيل يعني واضحة وظاهرة في كل هذه الصور التي شارك فيها الأخ أحمد في بعض المعارض الدولية. معرض أحمد شكيلي طبعا أخذنا في رحلة جميلة بوجوه كبار السن، وبالفعل التوهج الفني يظهر من خلال اللوحات المعروضة. المعرض يعد من بين المعارض التي تبرز إبداعات المواهب العمانية في مجال التصوير الضوئي. وشهد هذا الأسبوع فعاليات محلية متنوعة نوجزها لكم في الفقرة التالية.
نود أن نوجه تحية تقدير وإعزاز إلى كل العاملين من أجل عمان ورقيها في جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كان المرحوم صاحب السمو السيد قيس بن طارق السعيد أول من قام بتشكيل منتخب عماني مثل السلطنة في العديد من البطولات الإقليمية والعربية، وتعود علاقته بنادي غلا للغولف إلى عام 1987. وفي ملفنا الاقتصادي تتابعون افتتاح المؤتمر الثامن لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بدول مجلس التعاون الخليجي. كما تتابعون الهيئة العامة للكهرباء والمياه تكشف أنها بصدد إقامة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح هي الأولى على مستوى السلطنة. وهناك موضوعات أخرى نتابعها في الدقائق التالية. عنوان نحو حلول ذكية مستدامة، أقيم بجامعة السلطان قابوس المؤتمر الثامن لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بدول مجلس التعاون الخليجي. وخلال المؤتمر كشفت الهيئة العامة للكهرباء والمياه عن انتهاء الدراسة لإنشاء مختبر لفحص أجهزة التبريد الواردة للسلطنة. رعى حفل افتتاح أعمال المؤتمر مع الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات. إنشاء مختبر لفحص أجهزة التبريد الواردة للسلطنة وتوحيد سياسة البناء والتشييد بين دول المجلس أبرز ما كشفت عنه الهيئة العامة للكهرباء والمياه خلال افتتاح المؤتمر الثامن لمهندس الكهرباء والإلكترونيات لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدأت فعالياته بجامعة السلطان قابوس بمشاركة باحثين ومهندس الكهرباء ورجال الصناعة بدول المجلس. هناك دراسة
قامت بها الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لاستخدامها بكفاءة عالية، ومنها اللي هو اختبار جودة المعدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية التي تدخل إلى السلطنة، بحيث أن تكون ذات استخدام طاقة بكفاءة عالية. وأيضا موضوع مراجعة قواعد البناء أو كود البناء كما يصطلح عليه، بحيث أن تكون المباني محافظة للطاقة وليست مستهلكة بشكل كبير للطاقة. وهذه إجراءات إن شاء الله نأمل أن أو توصيات هذه الدراسة نأمل أن يتم تنفيذها في القريب بإذن الله. جامعة السلطان قابوس وهي تستضيف هذا المؤتمر تسعى ومن خلال جمعية مهندس الكهرباء والإلكترونيات وجمعية المهندسين العمانية والهيئة العامة للكهرباء والمياه تسعى إلى استشراف المستقبل لاستغلال الموارد الطبيعية المتجددة للطاقة وإيلاء البحث والدراسة والاستفادة من الخبرات والتجارب لدول المنطقة لاستغلال هذا المورد الطبيعي عوضا عن الطاقة الأحفورية. مؤتمر هذا ما يميزه هو دعم الطلبة والتركيز على الجيل القادم، لأنه هو الجيل الجديد الذي سيجد بدائل لهذه الطاقة. فلذلك لأول مرة في على مستوى دول الخليج مؤتمرات الجي سي سي يكون هناك معرض للطلبة يشاركون فيه في مشاريعهم وفي البوسترات. المعرض الطلابي المصاحب لمهندس الكهرباء بدول المجلس والذي يحظى باهتمام منظمي هذا المؤتمر وما يرافقه من مسابقات بين المشاركين يعد قيمة أخرى مضافة إلى شحذ همم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد مصادر بديلة للطاقة. على هامش افتتاح المؤتمر الثامن لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في دول مجلس التعاون الخليجي، كشف سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء أن الهيئة على وشك الانتهاء من إجراءات إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح تنتج نحو 50 ميجاوات وتعد الأولى على مستوى المنطقة. هناك تعاون مع شركة مصدر لإقامة محطة طاقة الرياح، هي الأولى تقريبا في المنطقة بهذا الحجم لإنتاج حوالي 50 ميجاوات من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح. وأيضا هناك مشاريع تجريبية تقوم بها شركة كهرباء المناطق الريفية في عدة مناطق. أسند مجلس المناقصات عدة مشاريع وأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 2 مليون ريال عماني. وتمثلت أبرز المشاريع التي تم إسنادها في تجديد اتفاقية خدمات الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار للأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة ميثانول صلالة بميناء صلالة بمحافظة ظفار والأعمال الإضافية لمشروع إمداد المياه إلى مستشفى الأمراض النفسية المسرة بولاية العامرات. ترأس الاجتماع معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات. أوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر السجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن السلطنة حققت خلال السنوات الأربع الماضية زيادة تجاوزت أكثر من 40% من الإنتاج السمكي في الكمية وقيمة الإنتاج وكميات التصدير. وأوضح معالي أن كميات الإنتاج السمكي في عام 2011 بلغت حوالي 175 ألف طن فيما تجاوزت خلال عام 2014 210 ألف طن. احنا حققنا خلال السنوات الأربع الماضية زيادة أكثر من 40% في الإنتاج السمكي في الكمية وفي أيضا قيمة الإنتاج، وكميات التصدير حتى زادت في السنوات الأخيرة. هذا يدل أنه في مقومات كثيرة وفي مخزون سمكي عالي، وتقوم الوزارة باستغلال هذه الثروة السمكية وبالتالي استكمال البنى الأساسية من موانئ
أسطول الصيد ومنظومة التسويق بالإضافة للخدمات الأخرى كفيلة باستغلال هذه الثروة السمكية. كميات الإنتاج في سنة 2011 كانت حوالي 157 ألف طن، هذه السنة تجاوزنا 210 ألف طن. نأمل إن شاء الله خلال السنوات القادمة إلى 2020 نصل إلى حوالي 460 ألف طن، وقادرين إن شاء الله على تحقيق هذه الأرقام الطموحة. الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع سكة الحديد بالسلطنة محور ورشة عمل، نوقشت تفاصيلها بمحافظة ظفار. الورشة ركزت على التغيرات الطبوغرافية التي ستطرأ على المحافظة فور الانتهاء من إنجاز المشروع. نظمت الفعالية تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. أعمال المتواصلة للشحن والتفريغ في ميناء صلالة، وأعمال إنشائية أخرى قاربت على الانتهاء في مطار صلالة الجديد، والأنظار تتجه إلى سكة الحديد بالسلطنة لكي يبدأ التنفيذ. هذا المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة في مجال النقل البري، والذي تم تناوله في حلقة عمل أقيمت في ولاية صلالة، تم فيها الحديث عن هذا المشروع في السلطنة بشكل عام وفي محافظة ظفار بشكل خاص. وجود سكة الحديد دائما يخدم المسارات التي يمر بها، المناطق التي يمر بها، يخلق فرص استثمارية واقتصادية، إيجاد فرص توظيف، أعمال أخرى مرتبطة بالنقل. طبعا مثل ما تعرفوا أنه عملية النقل الآن نستخدم الشاحنات وهذه لها يعني سلبياتها، هناك إيجابيات كثيرة ولكن هناك سلبيات بالنسبة لأوزان هذه الشاحنات والبطء في الحركة. وجود القطار سوف يسهل من حركة النقل، سواء نقل الركاب أو نقل البضائع بين مختلف مناطق السلطنة ومحافظة ظفار. حلقة العمل تطرقت إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع بالنسبة لمحافظة ظفار، وتم التركيز على الدور الذي سيقوم به المشروع في دعم ميناء صلالة وربطه بدول مجلس التعاون الخليجي، مما سوف يحقق الأمان والسرعة والتنافسية لعمليات النقل البري وربط دول مجلس التعاون بشرق آسيا وأفريقيا عن طريق ميناء صلالة. ميناء صلالة هو ميناء حقيقة أثبت فعاليته وأثبت كفاءته في السنوات الماضية، ولدينا من الكفاءات والخبرات التي نستطيع أن نتعاطى فيها مع حجم الأعمال الإضافي في السنوات القادمة. مشروع القطار هو نعتبره أنه هو رافد اقتصادي آخر، وسوف يساهم مساهمة كبيرة، وسوف تكون ميناء صلالة هي البوابة التجارية لمنطقة لعمان ومنطقة شمال الخليج ككل، مما يؤكد مكانة عمان وأهميتها في المنطقة. أوضح المعنيون بالشركة العمانية للقطارات من خلال هذه الحلقة مراحل العمل في هذا المشروع، حيث تم الانتهاء من تصميم الخط الأول الرابط بين ولايتي البريمي وصحار بدول مجلس التعاون، وطرحت المناقصة لهذا الخط، وجاري العمل على تصميم الشبكة المحلية لسكة الحديد على أن تنتهي كل التصاميم بنهاية هذا العام. وتم الحديث عما سوف يساهم به المشروع في بناء قدرات وكفاءات عمانية قادرة على العمل في هذا المجال، وكذلك رفع كفاءة القطاع الخاص. قمنا بعمل استراتيجية متطورة واستراتيجية كبيرة لمدة ما يقرب 10 أشهر، وانتهينا الحمد لله منها الحين ووضعنا لبناتها في العقود. وأدعو من الأخوة أصحاب الشركات في محافظة ظفار بالمساهمة والتسجيل لدينا وأخذ المبادرة بعرض خدماتهم، وايضا ما يعني عرض الامور التي يتطلبوها مننا من ناحيه ترقيه قدراتهم. الفقره التاليه مع جوله الصحافه في هذه الحلقه وابرز ما تضمنته صحافتنا المحليه لهذا الاسبوع. البداية مع صحيفة الزمن، حيث أكد استبيان حديث أجراه مجموعة من المتطوعين على أهمية إنشاء الجسر البحري الذي يربط ولاية مصيرة باليابسة، حيث أشار الاستبيان إلى أن حوالي 68% من سكان الولاية يطالبون بإنشاء الجسر أكثر من أي مطلب آخر أو أي خدمات أخرى تعتزم الحكومة تنفيذها بالولاية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الجسر له أهمية كبرى لمواطني الولاية ولكافة المقيمين بها، وفوائد أخرى على كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية وغيرها من المجالات التي تساهم في تحقيق التقدم والتطور بالولاية التي تتمتع بمقومات متنوعة.
ونبقى مع صحيفة الزمن التي كتبت أن إحصائيات حصلت عليها الصحيفة كشفت بأن عدد الأوامر التغييرية الصادرة من مجلس المناقصات للشركات الحكومية التي تخضع لقانون المناقصات بين عامي 2009 و2013 بلغت 52 أمراً تغييرياً، وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها على الأوامر 26 مليوناً و544 ألفاً و292 ريالاً عمانياً. وإلى صحيفة الوطن، وضمن جهودها المتواصلة في مشروع حماية طائر الرخمة المصرية في السلطنة والذي تموله شركة شل، نجحت جمعية البيئة العمانية مؤخراً في تحقيق إنجاز جديد لدراسة هذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض، والذي تمثل في وضع أجهزة تعقب على فرخين من هذا الطائر في مرادم النفايات في ولاية العامرات. ويهدف المشروع إلى تكوين فهم أكبر لحركة هذه الطيور وهجرتها في السلطنة، والاستفادة من دعم شركة شل العمانية للتسويق وحديقة حيوانات لوس أنجلوس المتواصل في هذا السياق. صحيفة عمان نشرت تحقيقاً حول اللوحات الإرشادية على الطرقات العامة والفرعية، مشيرة إلى أن اللوحات الحكومية المرخصة في بعض الأحيان تشتت ذهن القاصد إلى جهة معينة من كثرة تلك اللوائح التي توضع بشكل متسلسل خلف بعضها قرب الدوار أو التقاطع الضوئي. أما اللوحات العشوائية فتكثر في ولايات السلطنة وقراها، وغالباً ما تكون في الطرق الرئيسية، وتختلف هذه اللوحات بمضامينها. وأخيراً مع صحيفة الشبيبة التي كتبت أن التعميم الذي أصدره وزير الإسكان الأسبوع الفائت والمتعلق بتنظيم الاستثمار الخليجي في السوق العقارية المحلية أثار حفيظة عدد من المستثمرين الذين حذروا من تأثيره سلباً على القطاع، فيما أكد آخرون أن تفعيل القرار الذي أشار إليه التعميم وكان قد صدر قبل سنوات من شأنه تنظيم القطاع والحد من المضاربات المضرة. صحيفة الشبيبة استطلعت آراء عدد من العقاريين والمستثمرين لاستيضاح تأثير هذه الخطوة على السوق العقاري المحلي مستقبلاً. اختتمت شركة النفط العمانية والجمعية العمانية للخدمات النفطية برنامج وظيفتي أمانة، الذي استهدف 400 متدرب من موظفي الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والطلاب. البرنامج هدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمهنية للمشاركين. وظيفتي أمانة برنامج استهدف 400 متدرب من موظفي الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية وطلبة المدارس لتزويدهم بالمهارات الأساسية للتعامل مع بيئة العمل وتطوير الإنتاجية تحقيقاً لدفع عجلة الاقتصاد العماني. هذا البرنامج هو إحدى مبادرات شركة النفط العمانية في مجال المسؤولية الاجتماعية، لا سيما في تعزيز قدرات ومهارات الشباب العماني في شتى المجالات. البرنامج تركيزه كان في هذه المرحلة على تعزيز قدرات موظفين، سواء كانوا موظفين من القطاع العام أو الخاص أو حتى من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. البرنامج يأتي تعزيزاً للكوادر المهنية بهدف بناء قدرات الموظفين الجدد، كما يستهدف طلبة المدارس من أجل رفد السوق المحلي بكوادر مؤهلة بأعلى مستويات المهنية. نسعى بجهود مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، نشتغل يداً بيد أساس نطور الكوادر العمانية بالذات. هذه مهمنا الكبير، إنه نطور العمانيين، يعني الجدد في العمل أم القدامى في العمل. المشاركون في البرنامج أبدوا استفادتهم القصوى من الحلقات التدريبية التي خضعوا لها. التحاقي في برنامج وظيفتي أمانة كان لي دافع كبير إني أتوجه إلى هذا البرنامج لمعرفة وتنمية أفكاري الشخصية أولاً، ومن ثم الأهداف اللي يتحقق في وظيفتي كمهنتي اللي أشتغل فيها. وظيفتي أمانة يترجم الشراكة المجتمعية بين شركة النفط العمانية والجمعية العمانية للخدمات النفطية.
مع الجهات الحكومية التي واصلت تفاعلها مع البرنامج في نسخته الثالثة بتوجيه الموظفين إليه للإفادة والاستفادة. وشهد هذا الأسبوع فعاليات اقتصادية متنوعة نوجزها لكم في الفقرة التالية. أصلنا على قالة وعماني تحط الزعيم اللي علينا غيث أهل هتان سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان سكننا بالثريا وغيرنا بالأرض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من نادي غلا للجولف. مولاي أطال الله في عمركم وأبقاكم ذخرا لعمان يا رمز العطاء المستمر والتميز الشامخ والطموح السامي.
دمتم في حفظ الله ورعايته. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل والمخرج هلال المالكي، إلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في أمان الله. إلى اللقاء. نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان، معنا يحشم الطيب ويهبه كل خواني بلادي. يا سلام الله عليها بين هالاوطان، علمها بسمع حر نرقى من دون جنحاني. وسلام الله من قادنا قدام بالعربان، عدد ما لاح براق وهمت بالخير الامزاني. سلام الله على قابوس اللي قامونا هضب عمان، إلن نفتخرنا بأصلنا لقالة وعماني. سلام الله على من قادنا بالدار بالعربان، إلن نفتخرنا بأصلنا.